منذ صبيحة يوم الأحد 20 نوفمبر تقاطر أبطال وبطلات التايكواندو على القاعة المتعددة التخصصات بسلوان، والمناسبة الدوري المفتوح بمشاركة أزيد من 20 نادي تابع لجمعيات من مختلف أقاليم الجهة. تركيز كبير من الطاقم التحكيمي يقوده أطر وطنية، مشاورات من أجل إنجاح التظاهرة التي تأتي تزامنا مع تخليد الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال. إليكم هذا التقرير وأهم لحظات المقابلات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم جواد وطالب رئيس جمعية أتصلوا للتايكواندو. بالنسبة لعدد المشاركين في أقرب كان شي 350 مشارك، والعدد الجمعيات كان شي 20 جمعية من أنحاء مدينة بركان ومدينة وجدة وأحفير وبنتياب كان زيون ناظور العروية أزغان، المهم جميع المنطقة الجهوية رحمنا بهم، كنشكرهم جزيل الشكر. إذا بغيت نسول أكثر، شكون هما الفئات اللي شاركوا يعني؟ كاين الفئات الأغلبية، كاين الفئات الصغار والكتاكيت والبراعم، وكاين حتى الفئات الفتيان والشبان على ما أظن خلقتين شوية، ولكن حاجة قليلة ديال الشبان، لأن المشاركة اللي درنا درنا زيرو كوم باغي واحد زيرو كوم، يعني مباراة واحدة ما درناش شي مباراة، يعني كتكون مباراة ثانية ولا ثالثة باش يشاركوا العدد المشاركين. ونتمنى لهم ان شاء الله لقاء بالمستوى، ونتمنى لجميع المشاركين حظ سعيد موفق لجميع الجمعيات، ونرحب جميع الاساتذه اللي جاوا عندنا، الشكر الجزيل ان شاء الله. التوفيق جار في غوري ذا رياضة مالتو غا مشا للرغبة غا صوت وخا توغا ميتو، يعني بالنسبة لي مش توازيغ ما بين ترينا لتغوري غاري الوقت، يعني حيت ما توت مشا حاجة تعجيبة وخا توغا ميتو غا صوت الدورية النهارة ممشا مديوسة الصباح بالنظام والشيء دغيا انا يلا يلا تخلى صاحبي تخلى سي نوح ما تخلى صاحبي
يا